أنا أعيدكم نحن يعني نكسر رؤوسهم كل ليلة وكل يوم في كل وادي وفي كل جبل في سرواح وجبال يعني كل يوم وإحنا نلقى جثثهم مرمية على الجبال وعلى الأراضي وعلى السائلات في كل مكان كلام عليهم بالشرار والسلام من العائلين وأنا متزوج إن شاء الله من تهني بهذا العيد المبارك أهني بها الشعب اليمني خاصة وأفراد البيت الوطني نقول المزيد من الخير عليكم الشباب وربنا في تهني إن شاء الله قريب وإحنا أفراد عاصمة كما بإذن الله بإذن الله سبحانه وتعالى نمر ثلاثة لأبناء الشعب اليمني الإسلام في يوم عيد الأضحى المبارك استمتعهم مزيد من الصبر مزيد من يشكر الله والناس إن شاء الله عمر من خلال عمرهم بالله كبير إن شاء الله قريب بإذن الله سبحانه وتعالى ترجع بعض العاصمة كما كيف معنية كابتن الجيش الوطني وهم يحضرون أيام العيد المبارك في هذه المواقع وفي هذه المدارس وسط المساء؟ نحتاج من الأفراد أنها معنويات في المحال والسلام من كل إلى جانب جهة الظالمة.